بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبتدئ اليوم بمشيئة الله عز وجل بكتاب الطهارة، عفوا بل نبتدئ اليوم بكتاب الصلاة، إذ قد أنهينا بحمد الله عز وجل كتاب الطهارة مع التعريف بهذا الكتاب في 7 دروس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. والمراد بالصلاة هي الأفعال المخصوصة التي يعملها المسلم، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وإلا فالأصل فإن لفظة الصلاة تطلق في أصل اللغة على الدعاء، ولكنها نقلت إلى هذه الأفعال المخصوصة، مما يدلنا على أن أعظم ما يفعل في الصلاة إنما هو الدعاء. والدعاء بنوعيه: الدعاء بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وقراءة كلامه سبحانه وتعالى، ودعاء الطلب والمسألة. ولذلك إذا عرف المسلم ذلك عرف أهمية أن كثيرا من الأقوال التي في الصلاة قد تكون أركانا وقد تكون واجبات، وستمر علينا في محلها بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم مكلف، أي تجب الصلاة الواجبة وهي الصلوات 5 على كل مسلم مكلف، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر. وفي كتاب الله عز وجل الآيات متوافرة على أن الصلاة واجبة على المسلمين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا أخوة لأحد في الدين إلا أن يكون مقيما للصلاة كما أوجبها الله عز وجل عليه. وقول الشيخ تجب على كل مسلم يخرج من قوله مسلم الكافر، فإن الكافر لا تجب عليه وجوب أداء، وإلا فإنه مؤاخذ على تركها، لأن الصحيح من قولي أهل العلم أن الكافرين يعذبون يوم القيامة ويساءلون عن أصول الدين وفروعه. ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم أنهم دخلوا سقر والعذاب، وذكروا عن أنفسهم أنهم لم يكونوا من المصلين، فدل على أن الكافرين يوم القيامة يعذبون لتركهم أصل الدين وهو الإيمان، ويعذبون أيضا لتركهم الصلاة ولتركهم الزكاة والصوم وغير ذلك من الواجبات، مما يزاد في عذابهم عذابا عند الله عز وجل. فقول الشيخ إذا تجب على المسلم المقصود وجوب الأداء، وينبني على ذلك أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته حال كفره بإجماع أهل العلم. قوله مكلف، المراد بالمكلف غير المجنون وغير البالغ. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع عن أمتي، وهذا لفظ ابن حزم في المحلى، رفع عن أمتي، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث، ذكروني أولا، رفع القلم عن 3، رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وهذا الحديث دليل على أن التكليف شرط لصحة الصلاة ووجوبها. قول الشيخ، ثم قال الشيخ بعد ذلك: لا حائضا ونفساء. أتى الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الجملة ليبين أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة، وبناء على ذلك فإنها إذا طهرت لا تؤمر بقضائها. والدليل على ذلك ما سبق معنا من حديث معاذة عن عائشة أنها رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الجملة قول الشيخ لا حائضا ونفساء، مما قد يستدرك على المؤلف، لأن المؤلف أتى بمعناها في باب الحيض الذي سبق معنا في الدرس الماضي. والأصل في المختصرات أنها لا يكرر فيها الأحكام،
وإنما يذكر الحكم مرة واحدة، وإلا فإن تكرير الحكم في غير موضع يخالف كونه مختصرا، يخالف كونه مختصرا. ولكن قد نقول إن قصد المؤلف من ذلك لكي يكون الاحتراز كاملا والجملة تامة. يقول الشيخ: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. أما كون من زال عقله بنوم ونحوه يقضي الصلاة، فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك هو وقتها. وهذا دليل على أن من ذهب عقله بنوم فإنه يقضيه. وأما من ذهب عقله بإغماء فإن المذهب أن الإغماء لا فرق بين قليله وكثيره، سواء كان الإغماء لصلاة أو صلاتين أو ليوم أو يومين أو ثلاثة، بل ولو طال لأشهر، فإنهم يرون أن الإغماء ملحق بالنوم، فيرون أنه من تغييب العقل. ويستدلون على أن الإغماء ملحق بالنوم بما ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه غشي عليه أغمي، ثم بعد ذلك أفاق بعد ثلاث، أي بعد ثلاثة أيام، فقضى صلاة الثلاثة الأيام جميعا، مما يدل على أنه ملحق به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أغمي قضى الصلاة التي فاتته عليه الصلاة والسلام، وإن لم ينقل عنه أنه قد طال إغماؤه عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما ثبت أن الصحابة قضوا الصلوات الطوال ولا يوجد النص الذي يحد الإغماء الذي يقضى صلاته من غيره، فنقول إن كل إغماء يكون صاحبه يقضي الصلاة فيه، ما لم يكن الإغماء ملحقا بالجنون، ما لم يكن الإغماء ملحق بالجنون بأن يكون قد صدر منه التصرفات التي تدل على ذهاب عقله، لأن الإغماء منزل بين الجنون والنوم، والمذهب إلحاقها بالنوم. قال: أو سكر، أي أن من سكر وذهب عقله فإنه يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته حال سكره، ولو أداها حال سكره لا تقبل صلاته، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدل على أن السكران وإن كان سكره ليس شديدا فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها. والدليل على أن السكران يجب عليه إعادة صلاته أن القاعدة عند الفقهاء، وهذه متفق عليها، أن الفعل إذا كان محرما فإن الأثر المترتب على فعله يكون باطلا. هنا الفعل المحرم شرب المرء المسكر، والأثر المترتب عليها أنه قد فاته صلاة ولم يؤدها في وقتها، فنقول وجود الفعل وعدمه سواء، وبناء على ذلك فيجب عليه قضاء هذه الصلوات. والفقهاء رحمهم الله تعالى لا يفرقون عن المذهب بين السكر بطريق مباح وبين السكر بطريق محرم. الطريق المحرم أن يتعمد المرء شرب المسكر، وأما السكر بالطريق المباح فأن يشرب المرء عصيرا كعصير قصب أو سوبيا يظنه مباحا، فلما شرب إذ به قد تخمر فذهب عقله. فعندهم أن من سكر بطريق مباح بأن شرب شرابا يظنه مباحا فبان حراما مسكرا فذهب عقله، يجب عليه قضاء تلك الصلوات، لأن السكر في الأصل ملغي أثره فيلحق بالنوم. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحوه، أي ونحو السكر. فالضمير في قوله ونحوه أي ونحو السكر، والذي في نحو السكر هو ذهاب العقل بالمخدر، إذ الفقهاء يفرقون بين المخدر وبين المسكر، وهذا التفريق مفيد في كثير من المسائل الفقهية. المسكر هو ما يذهب العقل مع الطرب والنشوة، وأما المخدر فإنه يغطي العقل ويغيره من غير طرب ولا نشوة.
فهذه المخدرات والبنج وبعض الأدوية التي تسبب نوما ونحو ذلك كلها ليست لا تسمى مسكرة، وإنما ملحقة به في هذا الحكم في القضاء. طبعا الآثار المترتبة على هذا كثيرة، منها أن المسكر لا يجوز التداوي به مطلقا، لا يجوز التداوي بالمسكر، الخمر لا يجوز، إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر إن الله عز وجل لم يجعل دواء في الخمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا دواء في الخمر مطلقا. بينما المخدر يجوز استخدامه عند الضرورة، عند علاج كعملية أو مرض نفسي ونحو ذلك يجوز استخدامه، أو قلة نوم، لأنه فرق بين المسكر وبين المخدر، وهذه من آثار التفريق، ولذلك فقهاء يفرقون بينها وإن اتحدت الأحكام مثل هذه المسألة. نعم. يقول ولا تصح، أي ولا تصح الصلاة، وقاعدة إذا قلنا لم تصح إذن فلا تجب، وبناء على ذلك فلا يقضيها. ولا تصح من مجنون، لأن المجنون غير مكلف. نعم. ولا كافر، لكن إذا صلى، يقول الشيخ فإن صلى أي الكافر فمسلم حكما. هذه المسألة دقيقة وأريدك أن تركز معي فيها بعض الشيء. قول الشيخ ولا تصح من مجنون واضح الدليل فيها، رفع القلم عن ثلاثة وبينا الدليل عنه أنها بلا إشكال. وأما الكافر فإنه لو فعل الصلاة حال كفره فإن صلاته غير صحيحة، غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أداها حال كفره، لكن لو أداها حال إسلامه بأن تشهد ثم بعد تشهده أدى الصلاة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أدى الصلاة بعد ذلك، توضأ وصلى واغتسل وصلى، فنقول إن صلاته صحيحة. لكن لو أداها من غير تشهد نقول إن صلاتك غير صحيحة. انظر للجملة الثانية ففيها إشكال. يقول فإن صلى أي الكافر فمسلم حكما، بمعنى أن الكافر إذا صلى هاتين الركعتين أو أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة نحكم بأنه مسلم ظاهرا، ظاهرا عفوا نحكم بأنه مسلم حكما لا ظاهرا. وبناء على ذلك فإننا نبني عليها أحكام. خلنا نبني عليك الأحكام المتعلقة بأننا حكمنا بأن صلاته مسلم، ثم نرجع للمسألة الأولى كيف التعارض. إذا صلى الكافر صلاة قلنا له أنت الآن مسلم، فإن مات بعدها حكمنا بأنه مسلم فيدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يتشهد نعلم منه الشهادة. طيب إن صلى ركعتين ثم قال أنا لست بمسلم وإنما صليتها استهزاء أو صليتها تورية أو خوفا أو جبنا، فنقول على رأي الفقهاء أنك مسلم فتأخذ حكم المرتد. ولذلك فلو أن امرأة نصرانيا دخل المسجد مع الناس قالت الهيئة ادخل، فدخل فصلى ركعتين هكذا مع الناس، على قول الفقهاء هنا يكون مسلما ظاهرا وليس له الحق أن يرجع، ليس له الحق أن يرجع عن دينه لأنه صلى. طيب انظر التعارض، كيف نقول لا تصح منه ونحكم بإسلامه بفعلها؟ أليس في ذلك تعارض؟ أليس في ذلك تعارض؟ بلى في الظاهر، لكن نقول ليس كذلك، إنما قصد الفقهاء أن بدء إسلامه كان بالصلاة، فإن كان سابقا صحت صلاته كما ذكرت لكم، وأما إن لم يكن سابقا له إسلام فإننا نحكم بإسلامه ونأمره بإعادتها، يؤمر بإعادة الصلاة. إذا صلى معك شخص وهو غير مسلم فنقول الآن هذا يحكم بإسلامك حكما وأعد الصلاة، فيلزمونه بإعادة الصلاة، كذا نص الفقهاء نصا صريحا على ما ذكرت لكم قبل قليل، وهذا رأيهم. نعم. إذن فإن صلى حكمنا حكما أنه مسلم ولا نحكم ظاهرا بإسلامه. يقول الشيخ ويؤمر بها صغير لسبع، ومعنى أنه يؤمر بها أي يقال له صلي، فيكون الأمر بصيغته، بصيغة الأمر افعل صلي
أدي الصلاة، اذهب للصلاة. إذن الأمر أن يكون بالصيغة، بصيغة الأمر افعل ونحوها، لسبع، أي لسبع سنين. والمراد بالسبع ليس عند إكماله تمام السبع السنين، وإنما المراد عند دخوله في السنة السابعة. فإذا أنهى ست السنوات الأولى من عمره ودخل في السابعة، فإننا نقول في هذه السنة كلها يؤمر بالصلاة من غير أمر إلزام، وإنما يكون أمر ندب، صلي صلي وهكذا. ثم ما بعدها من السنين إلى العاشرة. قال ويضرب عليها لعشر، فإذا وصل الصبي عشر سنين وإن لم يبلغ يضاف للأمر الضرب، وهو ضرب التأديب، وضرب التأديب لا يجوز الزيادة فيها عن عشر إن صح الحديث الذي روي عند البيهقي، وإنما يكون ضربا مناسبا لصحته وقوته وضعف بدنه، ويكون غير مؤلم ولا في مكان مؤذن، وهذا من التأديب الذي يجب على الأولياء. الأصل في هذين الفعلين ما ثبت عند أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا دليل على أن الصبي ذكرا أو أنثى يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر. مفهوم هذا الكلام والحديث أنه قبل سبع سنين لا يؤمر الصبي بالصلاة مطلقا، لا يؤمر ولا يقال له صلي. التعليم شيء، وإنما الأمر بالصلاة لا يكون قبل السبع، وهذا مفهوم مخالفة، والفقه لهم كلام طويل في حجية مفهوم المخالفة وإن كان جمهورهم على إعماله. يقول الشيخ فإن بلغ في أثنائها، أي في أثناء الصلاة وهو يصلي، هذا الصبي ابن 13 عاما أو 14 عاما بلغ في أثنائها، يقولون، يقول أهل العلم ولا يتصور البلوغ إلا في صورة ضيقة. هذا المثال نادر، لأنه لو بلغ باحتلام بطلت صلاته، أليس كذلك؟ ولو يعني أصلا بطلت، ما يحتاج نقول أعد الصلاة. ولو بلغت المرأة بنزول الحيض لكان كذلك، وإنما يتصور في الصلاة البلوغ بتمام 15 عاما، هنا يتصور فقط من علامات البلوغ الثلاثة، لأن الإنبات لا يمكن أن يتصور أن يراه في لحظة الشخص، وإنما عند تمام البلوغ. وإلا فإن بعض الفقهاء يقول إمكان تصور البلوغ في أثناء الصلاة متعذر، نادر جدا. نعم في يوم عرفة ممكن، وأعرف كثيرين إنما بلغوا في يوم عرفة في المشهد لأنه يوم طويل، لكن في أثناء الصلاة في عشر دقائق يحكم البلوغ قد يكون نادرا. طيب قال فإن بلغ أي الصبي في أثنائها، أي في أثناء الصلاة أو بعدها، أي بعد انتهاء الصلاة، في وقتها أي قبل خروج وقتها وقت الاختيار، أعاد الصلاة. والدليل على ذلك أن فعله الأول جاء نفلا، الصبي يصلي الفريضة نفلا، فلما بلغ في أثنائها أو بعد أدائها أصبحت واجبة عليه، والنفل لا يجزئ عن الواجب، فيجب عليه أن يعيدها، مثل الذي يتصدق بمئة ريال ثم بعد قليل وجبت عليه الزكاة، يقول أخرج زكاة أخرى لأن هي الواجبة عليك، وهكذا. فالنفل لا يجزئ عن الفريضة ما لم يأتي السبب أو الشرط. طيب الذي يعاد إنما هي الصلاة والصوم ونحو ذلك. وأما الوضوء فإن من بلغ في أثناء يومه ولم ينتقض وضوءه ولا غسله فإنهم يرون أنه لا يعاد، لأنه وصف حكمي يرتفع، والبلوغ ليس ناقضا له بخلاف الصلاة فإنها أمر تكليفي. طيب يقول الشيخ ويحرم تأخيرها عن وقتها، أي ويحرم تأخير الصلوات الخمس عن وقتها، أي وقت الجواز الذي سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، إلا لناون الجمع. الجمع قد يكون لأجل السفر، وقد يكون لأجل المرض، وقد يكون لأجل عذر من الأعذار كالمطر وغيره، وسنتكلم عنها في صلاة أهل الأعذار. لكن الفقهاء عندما قالوا إلا لناوي الجمع، الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون
أن المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة، ولذلك يشترطون الجمع أو يشترطون نية الجمع في ابتداء الصلاتين، ويشترطونه في الوقت الأول. وسنتكلم عن قضية النية إن شاء الله في محلها في باب صلاة أهل الأعذار. ولذلك فإنه لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، أن يؤخر المرء صلاة عن وقتها. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أخر صلاة عن وقتها وجمعها مع غيرها من غير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر. أن الجمع من غير عذر لا يجوز مطلقا، وهو من كبائر الذنوب، ولا يفعله إلا أهل البدع. فإن من شعار بعض أهل البدع أنهم يجمعون السنة كلها، ليس عند ورود الأعذار وإنما في السنة كلها، ولا شك أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وجرائم الذنب. قال: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذه الجملة من الجمل المشكلة التي أشكلت على عدد من الفقهاء. أولا، هذه الجملة تتكون من جملتين: الجملة الأولى قول الشيخ ولمشتغل بشرطها، والجملة الثانية قوله الذي يحصله قريبا. نشرح الجملة عموما ثم أورد لكم الاعتراض عليها. يقول الشيخ: إنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، أي وقت الجواز، فيصليه في وقت الاضطرار، أو يصليه في الوقت الثاني مما يجمع معها، أو بعد وقتها إذا لم يكن وقتا، إذا كان مشتغلا بشرطها، أي شرط الصلاة، مثل ستر العورة، مثل الطهارة، إزالة النجاسة، هذه شروط الصلاة. طيب، هذه الجملة الأولى قيل إن أول من قالها من فقهاء المذهب هو الموفق بن قدامة عليه رحمة الله، وقد أنكرت عليه هذه الجملة، أنكرها ابن المنجى في الممتع شرح المقنع، وأنكرها الشيخ تقي الدين، وقال إنه لم يقلها أحد، أو قال لم يقلها أحد من فقهاء المذهب قبله، بل النصوص أحمل على خلافه، بل إن هذا الكلام يلزم منه التسلسل، بمعنى بقي على انتهاء الصلاة على انتهاء الوقت 10 دقائق، وأنا أعلم أن الماء بيني وبينه 3 ساعات، فذهابي إلى الماء 3 ساعات أليس اشتغالا بشرطها؟ إذن يجوز لك أن تؤخر صلاة وصلاتين وثلاثة وأربعة، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين. ولذلك ما الذي فعله المصنف الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله عندما أتى بعبارة الموفق ولمشتغل بشرطها؟ زاد الجملة الثانية، وهي قوله الذي يحصله قريبا، فقال إن الشخص إذا كان مشتغلا في آخر الوقت بالشرط، شرط الصلاة، ويعلم أنه لم يبقى إلا شيء يسير ويأتي الماء، أو شيء يسير وتنستر عورته، شيء يسير، دقائق يسيرة، فإنه يجوز أن ينشغل به. ومثلوا ذلك بمثالين فقط، مثل رجل وصل إلى البئر ولم يبقى من الوقت إلا شيء يسير، لو نزع ماء من البئر فإنه سيأخذ من هذه 5 دقائق يتوضأ به، خرج الوقت، أو خرج بعض الصلاة عن الوقت. هذه الحالة الأولى، عندما يكون عند البئر، وفي مثله الآن عندما يستيقظ المرء لصلاة الفجر ولم يبقى على الصلاة على خروج الوقت إلا 5 دقائق أو 10، إن ذهب توضأ فقط خرج الوقت، هل نقول يتيمم ويصلي؟ نقول لا، توضأ، لأنك مشتغل بشرطها القريب جدا وهو الوضوء، لن يأخذ منك إلا 5 دقائق أو 10، ليس البعيد الذي يحتاج إلى ساعة، تذهب إلى السوق وتشتري ماء، تذهب إلى أي مكان، لا، قريب جدا. إذن هذا المثال الأول. المثال الثاني، عندما يكون المرء يخيط ثوبه، يخيط، ما بقي إلا شيء يسير لكي يستر، يكمل المكان الذي يخيط مما يستر العورة، يكون مشقوقا من جهة معينة، فنقول هذا الخياطة ما تأخذ إلا شيئا يسيرا. فهذان المثالان وما في حكمهما هما الذي ينزل عليه. إذن لا بد من
جعل قيد لقوله ولمشتغل بشرطها بأن يكون الشرط يحصل قريبا، وهذه من القيود التي جعلها الشيخ تقي الدين ثم اعتمدها المتأخرون من فقهاء الحنابلة، وهي من الزوائد عن المقنع. نعم نعم، حتى لو خرج بس بشرط يكون قصير، يعني بمعنى يعني نقول مثلا نضرب، طبعا لا تحديد بالدقائق لكن نضرب مثالا 5 دقائق، ما بقى الوقت لها 5 دقائق، وأنت في 5 دقائق تريد أن تتوضأ، لو قلنا إنه لا يجوز الاشتغال بشرطها نقول تيمم وأنت في غرفتك أو في المسجد تيمم وصلي في الوقت. المسألة فيها خلاف لكن نذكر المثل، لابد من تقييده بأن يكون تحصيل الشرط قريبا مثل ما ذكرت في الوضوء أو نزح الماء ونحوه. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر بإجماع أهل العلم، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، مما يدل على أن المسلمين مجمعون على أن صلاة واجبة وأن جاحدها كافر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في غير ما حديث أن تارك الصلاة كافر، فمن باب أولى جحد وجوبها. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن النصوص في الكتاب والسنة متوافرة متواترة على أن الصلاة واجبة. قال: وكذا تاركها تهاونا، أي تارك الصلاة المفروضة 5 تهاونا أو كسلا، تهاونا بها أو كسلا عنها. والدليل على أن تارك الصلاة تهاونا أو كسلا كافر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر، بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وفي رواية أصرح عند أبي داود من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. فدل على أن تركها تهاونا وكسلا ونحو ذلك يكون كفرا. وحكى الإجماع المتقدم عبد الله بن شقيق وهو أحد التابعين طبقة صغار التابعين أنه قال: لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ثم حكى الإجماع بعده متأخرا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي الخرساني، فإنه قال: أجمع المسلمون من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، وهو عصري الإمام أحمد في سنة 39 و200، أن تارك الصلاة كافر. نقلها محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهو تلميذه. فالمقصود أن حكي الإجماعات على أن تارك الصلاة كافر. طيب، ما المقدار الذي يكفر به تارك الصلاة؟ من أهل العلم من يرى أنها صلاة واحدة، ومنهم من يرى أنها صلاتين، ومنهم من يرى أنها 3، وقيل يوما وقيل 5 وغير ذلك. والمعتمد عند المتأخرين من فقهاء المذهب أن المرأة يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، من ترك صلاة فتشمل صلاة وأكثر كله يكون كفرا. وجاءت وبعض المتأخرين يعتمد 3 صلوات لأنها أقل الجمع. نعم، قال: ودعاه إمام أو نائبه، الإمام إمام الأعظم، نائبه كوالي الحسبة أو القاضي ونحو ذلك، فأصر أي على تركها، وضاق وقت الثانية عنها، وضاق وقت الثانية عنها. وذلك يقول إنها صلاة واحدة لأنه ربما يكون وقت الثاني من باب القضاء لها، لذلك يصبر حتى وقت الثانية، فإنه يكون طبعا وضاق وقت الثانية عنها فإنه يكون كافرا بذلك. طبعا هنا مسألة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أنه لا يعرف من المسلمين أحد عرض على السيف فقيل له صلي فلم يصلي، ما يعرف أحد مطلقا مر. قال: ومن عرض عليه السيف فأبى الصلاة في الحقيقة إنما هو جاحد لها وليس تاركا لها تهاونا أو كسلا. يقول الشيخ: ولا يقتل أي تارك الصلاة جحودا أو تهاونا حتى يستتاب 3 أي 3 أيام فيهما، أي في الجحد وفي التهاون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب الأذان والإقامة. والمراد بالأذان
هو الإعلام بدخول الوقت، والأصل في الأذان هو الإعلام، وخص في كتب الفقه للإعلام بدخول الصلاة بألفاظ مخصوصة. والإقامة هو الأذان، هو نوع من الأذان، ولكن سميت إقامة تغليبا للفظة فيها، وهي قول المنادي قد قامت الصلاة. يقول الشيخ: هما فرض كفاية. الدليل على أن الأذان فرض كفاية ما ثبت من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. فدل ذلك على أن الأذان واجب. وهذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك متوجه للجماعة، وليس لأحد، لكل واحد بخصوصه، وإنما لعمومهم، فدل على أنه من الفروض الكفايات التي تتعلق بالجميع. وسيمر معنا حديث أنس بعد قليل. قال: على الرجال، أي إنما يجب الأذان على الرجال دون النساء، فالنساء لا أذان عليهن. وقد روي عند البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وفي إسناده ما قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. والعلة في ذلك أن المرأة مأمورة بالستر والعفاف، وأن لا ترفع صوتها، والأذان من شرطه رفع الصوت كما سيمر معنا أن ركنه رفع الصوت به. فالمرأة ليست مأمورة برفع الصوت وإظهاره، هذا من جهة، وإلا فإن صوت المرأة ليس بعورة، إنما العورة تغني المرأة بالكلام، تغنيها. ولذلك نص بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم أن المرأة إذا تغنت ولو بالقرآن حرم سماع صوتها. فلو أن امرأة تغنت بالقرآن، أي قرأت القرآن بتغن، يعني بالتغني أي بترقيق صوت ليس بالألحان الغنى، فإنه حرام على الرجل والمرأة سواء. فإن من الفقهاء كما ذكرت لكم من الفقهاء الحنفية وغيرهم نصوا على أنه يحرم على الرجل سماع الصوت. إذن المقصود من المحرم إنما هو ما تغنت به المرأة لا مجرد صوتها، فإنه ليس بعورة يجوز سماعه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع سؤال النساء ويستمع إليهن ويرخي إليهن السمع في غير ما حديث ويجيبهن عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: المقيمين، المذهب أنه لا تجب الأذان إلا على المقيم دون المسافر. ودليلهم في ذلك أن الأذان في الأصل ملازم للإقامة، وذلك كما سيأتي من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغزو قوما كان لا يغزوهم إلا بعد الفجر، فإذا سمع أذانا لم يغزوهم عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الوجوب إنما هو متعلق بالمقيمين دون المسافرين. فالمسافرون ليس واجبا عليهم لكنه سنة. والدليل على كونه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث في الحديث السابق: وليؤذن أحدكم، وهذا يشمل السفر والإقامة معا. نعم. قال: للصلوات المكتوبة. فغير الصلوات المكتوبة، طبعا المراد بالصلوات المكتوبة الخمس والجمعة، الصلوات الخمس والجمعة هذه هي الصلوات المكتوبة، فغير الصلوات الخمس لا يؤذن له ولو كانت الصلاة مسنونة أو فرض كفاية كالعيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح وغيرها، هذه لا يؤذن لها بالصيغة التي نعرفها، وإنما ينادى لبعضها نداء بالصلاة جامعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وفي غيره، وسيمر معنا. قال: يقاتل أهل بلد إذا تركوه. والدليل على أن أهل البلد إذا تركوه، وهذا نفس القضية أنها واجبة على المقيمين، نفس الدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير بعد الفجر، فإذا سمع أذانا لم يغر عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه إذا ترك أهل بلد الأذان وهم مقيمون في هذا البلد فإنهم آثمون إثما عظيما، بل لا بد من إظهار هذه الشعيرة. وشعائر الدين منها ما هو ظاهر بين مثل الأذان، الأذان هو الشعيرة وليست المئذنة هي الشعيرة، انتبه، المئذنة ليست الشعيرة، الشعيرة الأذان،
ولذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، وإنما كان يؤذن على بيت رافيع من بيوت بعض نساء الأنصار كما سيأتي معنا. ولذلك فمن شعار الدين أمور معينة منها الأذان، وليس هذا محل تتبعها. نعم. يقول الشيخ: وتحرم أجرتهما، أي ويحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. والدليل على أنه يحرم أخذ الأجرة عليها ما ثبت عند الترمذي من حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذن يأخذ الأجرة على أذانه. لماذا؟ لأن الأذان وسائر أعمال القرب طاعات يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإذا أخذ المرء أجرة عليها أصبح عمله ليس لله وإنما لأجل الأجرة، فلا ثواب عليه، ما في ثواب، ليست من الأعمال التي تعمل للمكلفين وإنما تعمل لله عز وجل، فلذلك لا يجوز أخذ الأجرة. والمراد بالأجرة هو المعاوضة على الفعل لا على النتيجة، بمعنى أن يقال لشخص: أذن في هذا المسجد وكل أذان تؤذنه بكذا، هذه تسمى أجرة، الأذان بكذا. وتتصور الأجرة متى؟ عندما يوكلك زميلك على الأذان، من سيأتي معنا الرزق بعد قليل، عندما يوكلك زميلك على الأذان وتتفقان كل أذان بخمسين ريال مثلا أو بعشرة ريالات أو بخمسة، موجود، ما أقول لك شيء، هذا لا يجوز لأنه أجرة. طيب ما الذي يجوز؟ قال: لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. طيب نبدأ أولا بمعنى الرزق. المستثنى في أعمال القرب القضاء، الإمامة، الأذان، التعليم وغير ذلك، يجوز أخذ الرزق. والرزق ما اجتمع فيه أمران: الأمر الأول أنه جعالة على النتيجة وليس على الفعل، على النتيجة وليس على الفعل، فرق بين الثنتين، ليس مؤقتا بالساعات بالزمن وليس مؤقتا بالعمل وإنما على النتيجة، هو جعل، وسيمر معنا إن شاء الله في باب الجعالة الفرق بين الجعالة والإجارة. الأمر الثاني أن الرزق من بيت مال المسلمين، فإذا كان الأجرة من بيت مال المسلمين فإنها جائزة، وهذه انعقد عليها الإجماع أن الرزق يجوز أخذه على أعمال القرب وإلا لتعطلت أحوال الناس. قال: لعدم متطوع. هذه الجملة لعدم متطوع تدلنا على أن الأفضل والأتم والأكمل للمرء إن كان مستغنيا أن يتطوع، فلا يأخذ أجرة على أذانه وأعمال القرب التي يفعلها. ولذلك سبحان الله العظيم، طبعا هذا من باب الفضل، أما الرزق فهو مباح. انتبه معي، الرزق الذي تعطى الآن من الجهات الحكومية، الوزارة الإسلامية أو كل بلد بخصوصها، هذا مباح لأنه رزق، لكن أنا أتكلم الآن عن أمر ماذا أفضل، وهو أن الشخص يتطوع بالأذان والصلاة. وسبحان الله العظيم، من تطوع في هذه الأمور وبذلها لله عز وجل مجانا، لم يأخذ أجرة وهي محرمة ولا رزقا ولا جعالة عليها، فإنه لا شك يؤجر أجرا عظيما. أولا، والدليل على عظم أجره ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فالمرء إذا نال أحد الوظائف التي هي من أعمال القرب فأخذ رزقا عليها نقص أجره، فإن لم يأخذ رزقا عليها تم أجره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص: واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. هذا الأمر الأول، وهو الأجر عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن المرأة إذا فعل هذه القربات لله عز وجل متطوعا وقد كان مستغنيا عن هذا المال الذي يكتسبه رزقا وغيره، سيجد في نفسه لذة لهذه العبادة عظيمة، لذة،
وسبحان الله العظيم من فعل شيئا لله يجد في نفسه من القرب من الله عز وجل والتلذذ بفعله أكثر من غيره، أكثر، لأنه لله عز وجل. ولكن نظرا لأن بعض الناس لما يفتح باب التطوع ستضيع المساجد، يؤذن اليوم ويمنع منه غدا، لذلك كان بعض المشايخ الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول يجب أن لا يعين في المساجد إلا رجل يأخذ راتبا رزقا أو جعلا، وإلا لضيعت المساجد، ما على المحسن من سبيل، يقول أنا من مؤذن اليوم وهكذا. ولكن ما خرجنا عن موضوع الأساس. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكون المؤذن صيتا. قوله ويكون المؤذن صيتا، الصيت أي رافعا صوته، والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بلالا بالأذان قال هو أندى منك صوتا، فدل على أن الصيت والأندى والأرفع أحسن. وقوله صيتا تشمل أمرين، قول الشيخ صيتا تشمل أمرين، الأمر الأول رفع الصوت بالأذان، ورفع الصوت بالأذان شرط فيه، فلا يصح الأذان من غير رفع صوت به، ما يصح. لو أن امرأ في بلد أراد أن يؤذن بصوت لا يسمع فيه إلا نفسه نقول ما يصح هذا الأذان. كذا لو أذن المرء لنفسه في الصلاة المقضية التي ستمر معنا لا بد من رفع الصوت لأن يسمع غيره. إذن هذا الأمر الأول هو الحد الأدنى الذي يجب، فيكون شرطا، نص عليه الفقهاء أنه شرط رفع الصوت. ما زاد عن ذلك هو مستحب ومسنون، كلما كان أرفع صوتا وأعلى لكي يبلغ البعيد ما لم يكن مؤذيا عن طريق هذه المكبرات فإنه يكون مسنونا. قال أمينا، أي أمينا على الوقت، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن، قال عالما بالوقت. وعلمه بالوقت إما أن يكون برؤيته أو بإخبار الثقة له أو بعلمه بالحساب، وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل، قلنا إن العلم بالوقت بأحد أربعة أمور، إما بالرؤية لمواضع الشمس وما يتعلق بها طلوعا وغروبا وزوالا ونحو ذلك، الأمر الثاني بالإخبار عن الرؤية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الأمر الثالث أن يكون عن طريق الحساب وهو التقاويم، وهذه التقاويم والحساب نص كثير من أهل العلم على إعمالها لأن حسابها متعلق بالشمس لا بالقمر. الأمر الرابع الإخبار عن الحساب، وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها قبل. وبنى الفقهاء على أن المرء يجب أن يعني يشترط أن يكون عالما بالوقت، أنه مستحب استحبابا لا وجوبا أن يكون المؤذن بصيرا وليس كفيفا، لأن البصير يستطيع أن يعرف الوقت بالطرق الأربعة، وأما من لم يكن بصيرا فإنه يمتنع عنه طريقان ويبقى عليه طريقان فقط، وهما الإخبار بدخول الوقت بالرؤية أو الإخبار بالحساب. لذلك كلما كان المرء أكمل كلما كان أفضل. قال فإن تشاح فيه اثنان، أي تشاح في الأذان، كل يريد الأذان سواء كان لفرض أو تشاح على سبيل الديمومة في مسجد، وهذا المتشاح قد يكون اثنان شخصان وقد يكون أكثر من اثنين كثلاثة وأربعة ونحو ذلك. يقول الشيخ قدم أفضلهما فيه، أي في الصفات التي سبق ذكرها، وهي أن يكون أمينا صيتا، أمينا عالما بالوقت. إذن كلما كان الشخص أشمل من هذه الصفات الثلاث صيتا وأمينا وعالما بالوقت كلما قدم على غيره، والدليل أن بلالا قدم على غيره رضي الله عنه لكونه متصفا بهذه الصفات. إذن فقوله قدم أفضلهما فيه أي في الصفات السابقة. قال ثم أفضلهما في دينه وعقله، والدليل على أنه يقدم بعد الأفضل في الصفة الأفضل في الدين والعقل ما ثبت عند ابن ماجة وأبي داود من حديث ابن عباس، والإسناد فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم خياركم، وخياركم أي أكملكم دينا وعقلا. قال ثم من يختاره الجيران، والمراد بالجيران الذين يصلون، نص عليه، فإن الجيران الذين لا يصلون في المسجد إما لعذر أو للتهاون أو لكونهم ممن لا تجب عليه كالنساء وغيرهم لا أثر لهم في الاختيار، إنما العبرة بالجيران الذين يصلون.
قال ثم من يختاره الجيران؟ إذن الدليل على أن الجيران هم الذين يقدمون أن الجيران هم أعلم الناس أن الأذان إنما هو لإعلامهم، فهم أعلم الناس بالأصلح لهم، هم أعلم الناس بالأصلح لهم، فلذلك من يختاره الجيران يقدم. قال ثم القرعة، والدليل على أن القرعة معتبرة هنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والاستهام المراد به القرعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو 15 جملة، أي الأذان 15 جملة. وانظر لهذه الجمل سأعدها إذ سيأتي بعد قليل فائدة عد الجمل، فائدة عد الجمل سيأتي فائدته بعد قليل. التكبير 4، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وشهادة أن لا إله إلا الله 6 معي، وشهادة أن محمدا رسول الله 2 فتكون 8، ثم الحي على الصلاة 10، وحي على الفلاح 2 فتكون 12، ثم التكبير 2 فتكون 14، ثم ختمها بلا إله إلا الله فتكون 15 جملة. هذه الجمل هي الأذان، وهذه الصفة هي الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم علم بها بلال رضي الله عنه، والمذهب أنها الأفضل، أفضل الصيغ صيغة بلال، لأن صيغة الأذان التي علمها بلال، لأن هذه الصيغة هي التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع، والمذهب أنه يجوز غير هذه الصيغة كالترجيع و 17 جملة وغير ذلك من الصيغ المعروفة في محلها، ولكن هذا هو أفضلها. وهذه مفردات المذهب، أن المذهب يجيز كل الصيغ، ولكنهم يفضلون حديث بلال لأنه الأكثر من فعل النبي أو أكثر لحال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال يرتلها. السنة في الأذان أن يرتل، ومعنى الترتيل أمران، الأمر الأول أن يكون بترسل، أن يكون بترسل يعني لا يستعجل وإنما يترسل فيها، ولذلك جاء في حديث أنس أن الأذان أن الإقامة حدر والأذان ترسل يكون فيها ببطء. الأمر الثاني أن يجمل صوته فيه، يجمل صوته، وتجميل الصوت لا يكون بغير لحون العرب. المراد بلحون العرب هو مدودهم التي يقبلونها، والتي ذكرها علماء التجويد، فإن علماء التجويد يذكرون أن المدود لها عد تصل إلى 6 حركات، فالزيادة عن هذه 6 أو تقطيع الكلام هذا من ترك لحون العرب، أو المد في غير موضع المد. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن من مد أول لفظ الجلالة الألف فيها الهمز لا يصح أذانه، لأنه يحيل المعنى الله أكبر كأنها استفهام، أو مد الباء الله أكبر فجعل الفتحة مدا، هذه لا تقبلها لحن العرب لأن تغييرها مغير في معناها. إذن المراد بلحن العرب هو ما ذكره علماء التجويد من المدود والإدغام فيما يجوز فيه الإدغام، فإن بعض المؤذنين قد يدغم بعض الحروف، فإن كان هذا الإدغام مقبولا في لسان العرب نقول صح إدغامك، وإن لم يكن صح أذانك، وإن لم يكن مدغوما فإنه لا يقول لسان العرب نقول لا يكون كذلك، سيأتي بعد قليل أن كلامه ملحونا. طيب، نعم، يقول الشيخ يرتلها على علو. السنة أن يكون الأذان على علو لما جاء من حديث عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه أن امرأة من الأنصار من بني النجار قالت كان بيتي أعلى بيت في المدينة فكان المؤذن يصعد عليه فيؤذن منه. يقول العلماء رحمه الله تعالى لأن المقصود من الأذان الإعلام في مكان لمكان أكبر ولأناس أكثر، فإذا كان الأذان على علو سمعه عدد أكبر. في وقتنا هذا أصبحت المكبرات تجعل في علو،
المنائر والبيوت ونحو ذلك، ولا يلزم المرء أن يصعد إلى علو، فالعلو ليس مقصودا في ذاته، وإنما هو وسيلة لإسماع الغير. والقاعدة عند أهل العلم أن الحكم إذا كان ليس مقصودا لذاته، إذا وجد ما يؤدي معناه لم يكن لازما أو مشروعا في ذاته. وهذه لها نظائر كثيرة جدا في قضية الوسائل والمقاصد. طيب، قال متطهرا. السنة أن يكون متطهرا، لماذا؟ لأن ذكر الله عز وجل والثناء عليه السنة أن يكون المرء عليه متطهرا، وتكلم عن هذه المسألة سابقا. فإن لم يكن متطهرا قالوا فيكره أن يكون الجنب مؤذن، يكره الجنب أن يؤذن. وأما المحدث حدثا أصغر فلا يكره أذانه. انتبه، عندنا قاعدة أصولية نص عليها السفارين وغيرهم متأخر الحنابلة، أن المباح أن المستحب لا يلزم أن يكون تركه مكروها. المستحب، هذه قاعدة أصولية، لا يلزم أن يكون تركه مكروها. انظر هنا، الأذان يستحب فيه ماذا؟ الطهارة. ترك الطهارة إن كان ترك الطهارة لجنابة فهو مكروه أن يؤذن مرؤه على جنب على جنابة. وأما إن كان ترك الطهارة للأذان بسبب حدث أصغر فإنه لا يكون مكروها، ما يكون مكروه وإنما مباح. والسبب أن بين الأذان والإقامة وقت طويل جدا، فلا حرج في الأذان الشخص من غير طهارة فيه، وإنما يكره البقاء على الجنابة، فإن المسلم مأمور دائما إذا كان على جنابة أن يخففها بأكل أو شرب أو ذكر غير قراءة القرآن، فيجب رفع الحدث إلا موضعا واحدا في الحدث الأصغر وهو عند الإقامة. يقولون فيكره مطلقا في الإقامة أن يكون على غير طهارة، لأنه المؤذن إذا أقام وكان على غير طهارة سيتأخر عن تكبيرة الإحرام، فالكراهة لأجل التأخر عن تكبيرة الإحرام. نعم. يقول مستقبل القبلة في فعل علي بلال رضي الله عنه، فإنه كان إذا أذن استقبل القبلة رضي الله عنه جاعلا إصبعيه في أذنيه. الفقهاء يقولون المراد بالإصبعين السبابة، فالذي يجعل في الأذن السبابة، والمعنى ولنقول هو الغاية، والمعنى من وضع إصبعين في السبابة أن يرفع المرء صوته، أن يرفع المرء صوته. ويقول بعض المؤذنين إن المرأة إذا سد أذنيه تغير صوته، ولا أعلم عن صحة ذلك، فيكون أيضا المعنى نداوة الصوت أيضا، ولا أعلم صحة ذلك. لكن بعض المقرئين يسد أذنه فربما يكون هذا سببا في نداوة الصوت أو مد النفس، لا أعلم والله، لكنهم يقولون هكذا ولست خبيرا بهذا الشأن. قال غير مستدير، أي لا يستدير في أذانه. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي جحيفة عند البخاري ومسلم أنه رأى بلالا رضي الله عنه سادا أذنيه ملتفتا في الحيعلة ذات اليمين وذات الشمال، والحديث الصحيح. قال ملتفتا يمينا وشمالا، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. المذهب يقولون إن الحيعلة الالتفات يمينا تقول فيها حي على الصلاة، تلتفت يمينا فتقول حي على الصلاة، والشمال تقول فيها حي على الفلاح. هذا يقول هو الأفضل لظاهر النص، ويجيزون أن تجعل هذه مرة يمينا حي على الصلاة ومرة على الشمال حي على الصلاة والفلاح يمينا وشمالا، لكن عندهم أن ظاهر النص يدل على أن الصلاة تكون ذات اليمين والفلاح تكون، أو الأمر بالدعوة للفلاح تكون على الشمال. نعم، هذا اللي سأتكلم عنه. الأمر الثاني، صفة الالتفات ما هي؟ قالوا أن يبدأ الحيعلة مستقبل القبلة ثم يلتفت، والالتفات يكون بجذعه أو برأسه، يجوز الأمران، لأنهم عندهم ليس لازما لاستقبال القبلة
وإنما يكون الالتفات، لكن لا يستدير الذي عندهم لا يجب أن يثبت القدمان، هي التي تثبت القدم لا تتحرك لكي لا تحصل الاستدارة. وأما الجذع فلو مال بجذعه أو مال برأسه فعندهم الأمر فيه واسع. طيب، قال قائلا بعدها، طبعا احنا نقول في مسألة إن كان خارجها عن موضوعنا، عندهم أن الحي على عموما يستحبون أن المرء يرفع فيها وجهه إلى السماء، قالوا لكي يكون أعلى صوتا، هذه المفروض نذكرها عند قوله يرتلها على علو، فيقول يرفع صوته إذا أذن هكذا الله أكبر لكي يكون أعلى أبعد لصوته. وهذا الاستحباب منهم رحمه الله تعالى هو باعتبار اختلاف الأحوال، الآن وجدت هذه اللواقط، مثل هذه الأمور قد يكون ما يتعلق بالعلو ورفع الوجه ليس محققا للغاية. طيب، قائلا بعدها، بعدهما أي بعد الأذان والإقامة، نعم، قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين، قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. والدليل في ذلك حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: وإذا قلت حي على الصلاة حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فتشمل السنتين. وهل الحي على تكون في الأذان الأول من الفجر أم في الأذانين معا؟ الذي عليه العمل عند مشايخنا طبعا أنه إنما هي خاصة بالأذان الثاني للتفريق بين الأذان الأول والأذان الثاني. طيب، قال: وهي 11 يحضرها، وإلا المذهب أن تجوز في الثنتين، المذهب أنه تجوز الحيعلة أو تشرع الحيعلة، عفوا الصلاة خير من النوم في الثنتين الأذان الأول والثاني. قال: وهي 11 يحضرها، المقصود بها الإقامة، فالإقامة 11 جملة تحضر. عندك كلمة ساقطة؟ أظن في كلمة ساقطة. طيب، قال: وهي 11 يحضرها، أي الإقامة هي 11 جملة. وقوله يحضرها الحدر هو عدم الترسل، وقد سبق معنا الحديث فيها وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر، فيكون الحدر سريعا، فيكون الحدر سريعا. قال: ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. هذه الجملة فيها مسألتان، المسألة الأولى أن من أذن يستحب له أن يقيم هو، يستحب لمن تولى الأذان أن يتولى الإقامة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجعل بلالا يؤذن ويجعله هو الذي يقيم. المسألة الثانية وهو أن يكون الأذان في مكان الإقامة، أي في علو لكي يسمع الناس الإقامة، لأن الإقامة أحد الأذانين، فمن لم يسمع الأذان يسمع الإقامة، فاستحبابهم من مكانه أي لعلو لكي يعلم الناس بالإقامة. وقد جاء أن بلال رضي الله عنه كان يقيم عند باب المسجد لأجل أن يسمع الناس ذلك، لأجل أن يسمع الناس ذلك ويعلموه. قال: إن سهل، يعني إن سهل الصعود والنزول ونحو ذلك. قال: ولا يصح، أي الأذان والإقامة، إلا مرتبا، أي يجب أن يرتب كما جاء في الحديث، متواليا، أي لا يكون بينها فصل، والتوالي هنا توال عرفي، الضابط فيه أن يكون عرفا من عدل، فإن غير العدل لا يصح أذانه، لأنه ربما يؤذن في غير الوقت. وقول الشيخ من عدل تفيد أنه يشترط في الأذان أن يكون من واحد، فلو اقتسم الأذان اثنان بأن أذن كبر شخص وتشهد وأكمل الباقي آخر،
فالمذهب أنه لا يصح الأذان ويجب إعادته في البلد، يجب إعادته في البلد ولا تحصل به السنة إذا كان خارج البلد. قال ولو ملحنا أو ملحونا، هذه المسألة مهمة جدا وهي قضية تلحين الأذان واللحن فيه. المراد بتلحين الأذان أي التلحين الذي ليس من لحون العرب، وتكلمت لكم قبل قليل ما المراد بلحون العرب، وهي المدود والإدغام الذي يقبله العرب. وأما التلحين الذي ليس من لحون العرب فإنه يكون مكروها، ولذلك قال ولو، مما يدل على أن هذا الفعل ليس مستحبا، التلحين في الأذان والتمطيط فيه المط الزائد والمد الزائد. ولذلك فإن عمر ابن عمر رضي الله عنه لما سمع مؤذنا يؤذن ويلحن بهذه العبارة ويلحن في أذانه أنكر عليه. فالمقصود من الأذان إنما هو نداوة الصوت وعلوه، وأن يكون بلحون العرب من حيث المدود وإدغام ما يدغم ونحو ذلك وإظهار ما يظهر. وأما التلحين فإنه ممنوع، لكن إن فعله شخص، فعله شخص ولم يخرج ويحيل المعنى فيكون لحنا جليا يخرج المعنى عن أصله فإنه يكون صحيحا. الذي يحيل المعنى مثل ما ذكرت لكم قبل قليل بأن يمد الألف فتصبح استفهاما الله أكبر، أو يمد الفتحة في الباء الله أكبر، يقول هذا يبطل لأنه لحن جلي، واللحن الجلي عند الفقهاء غير اللحن الجلي عند علماء التجويد. اللحن الجلي عند الفقهاء الذي يبطل الأذان ويبطل الصلاة، فقراءة القرآن هو الذي يحيل المعنى يغير المعنى. وأما اللحن الجلي عند علماء التجويد فهو الذي يخالف قواعد التجويد التي هي لحون العرب، التي هي لحون العرب يخالف قواعد التجويد. لكن الفقهاء يقول لو إن خالف قواعد التجويد مد مدا زائدا فإنه مكروه ولكنه ليس مفسدا لأذانه. طيب قال أو ملحونا أي وإن لحن فيه فرفع ما يغير معناه. مثل ماذا؟ لو أن مؤذنا قال أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، فكثير من الناس من يقول إن هذا الأذان لا يصح لأن لغة العرب لا تقبله، إذ جعل كلمة رسول الله نعتا لمحمد صلى الله عليه وسلم وليست خبرا لمبتدأ. ولذلك يروون أن أعرابيا سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال ماذا، أصادق أم كاذب؟ ولكن هناك لغة وإن كانت ضعيفة كما نقل ابن هشام وغيره من اللغويين عن بعض العرب، عفوا أنا قلت قبل قليل أشهد أن محمدا رسول، هي رسولة، نعم، فجعل رسولة نعتا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون إن من قال أشهد أن محمدا رسول الله فإن أذانه غير صحيح. أشهد أن محمدا رسول الله ماذا؟ ما هو خبر إن غير موجود. لكن قلت لكم إن بعض اللغويين يقول إن هذه لغة عند العرب، وهي أن اسم وخبر إن يكونان منصوبان، أكونان منصوبين، وهذه نقلها وذكر فيها بيتا لكن نسيته الآن. وبناء على ذلك فإنه وإن كان ملحونا ما دام لم يحل المعنى تجيزه لغة العرب فنقول هو صحيح لكنه ممنوع مكروه كراهة شديدة، فيغير لمن هو أولى منه. بقي عندنا مسألة في اللحن والأداء، ذكرتها في الجمل لأن الفقهاء ذكر وسأذكرها، أن الفقهاء استحبوا في الأذان أن يقف عند كل جملة وأن لا يعرب، انتبه للكلمة، وأن لا يعرب الأذان. معنى قولهم أن لا يعرب يعني آخر حركة، آخر حرف لا يجعل عليها حركة، فما يقول الله أكبر وإنما يقول الله أكبر. طيب يقف عند كل جملة نستفيد منها، لما قلنا إن الأذان 15 جملة إذن يكون الوقوف في التكبير عند ماذا؟ أن الأفضل أن تقول الله أكبر وتقف،
ثم تقول الله أكبر وتقف، لأنها جملة منفصلة ولا تعرب، لأنك لو أعربتها فأنت في حكم من وصلها، فتقول ما تقول الله أكبر والله أكبر، هي تصح لا شك. وإن كان أهل العلم يرى أنها السنة لحديث أنس أمر بشفع الأذان وإتار الإقامة، لكن فقهاء المذهب يرون أن الأفضل والسنة فصل الأذان في التكبير، فتقول الله أكبر وتسكت، الله أكبر وتسكت، وهكذا. قال ويجزئ من مميز، أي لو أذن مميز فوق السابعة ودون البلوغ أجزأ، لأن الصلاة تصح منه، فمن باب أولى الأذان، كما ثبت عن عمر بن سلمة ومعاذ أنهم كانوا يصليان بالناس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونختم به: ويبطلهما، أي يبطل الأذان والإقامة، فصل كثير، بأن يفصل بين الجمل فصل كثير طويل عرفا ولو من غير كلام، ويسير محرم، أي انفصل بين الكلام بيسير محرم، فعل شيئا محرما ككلام محرم ونحو ذلك. إذن يبقى عندنا اليسير غير المحرم، يقولون إنه مكروه، لأن قال الفصل الكثير يبطلها واليسير المحرم يبطلها، اليسير غير المحرم ولو بكلام لا يبطلها لكنه مكروه، لكنه يكون مكروها. فلو أن امرأة أذن فبين كلمتين أو جملتين من الأذان وقف وكلم صاحبه كلمتين، اذهب تقدم ارجع، كلام يسير ليس كثير عرفا، فنقول إن أذان صحيح فيكمل عليه ولا يلزمه أن يستأنف. قال ولا يجزئ قبل الوقت، أي قبل دخول الوقت، إلا الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل على أن بلال يؤذن قبل دخول الوقت. وهذه الجملة تدل على أنه يجوز في الفجر فقط أن يؤذن قبل الوقت، سواء أذن أذان ثان أو لم يؤذن أذان ثان، سواء أذن أذانين أو لم يؤذن إلا أذان واحد، وهذا المذهب، يجوز الأذان قبل الوقت الفجر سواء كان هناك أذان بعده أو لا يوجد أذان بعده. طيب، قال بعد نصف الليل، الفقهاء يقولون لا يؤذن إلا بعد نصف الليل، لأن ما قبل نصف الليل وقت للعشاء، فلا يؤذن إلا بعد خروج وقت الصلاة التي قبلها، فلا بد أن يوجد يعني سبب له أو عدم تداخل بين الوقتين. يقول الشيخ ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، السنة بين كل صلاتين الأصل أن يكون هناك فيها سنة، فالفجر فيها سنة والظهر فيها سنة والعصر كما سيمر معنا أن مسلم قال رحم الله امرأة عند الترمذي صلى قبل العصر أربعا، والعشاء أيضا فيها سنة مطلقة في حديث بين كل أذانين صلاة. المغرب ذكر الشيخ رحمه تعالى المغرب بخصوصها أن الإمام المؤذن يستحب له أن يجلس بعدها يسيرا. لماذا؟ لأن من الفقهاء من المذاهب الأخرى من يرى أن وقت المغرب قصير جدا لا يكفي إلا لها، حتى إن من المذاهب من يقول إنه يجب أن تكون الإقامة موالية للأذان مباشرة، ما يجوز الفصل بينهما، بل عندهم يجب عدم الترسل في الأذان لكي لا يخرج الوقت، فعندهم أن وقت المغرب ضيق جدا لا يكفي إلا لها. والصحيح أن وقت المغرب كما سيمر معنا طويل، والثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم والثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجعلون بين الأذان والإقامة للمغرب بخصوصه وقتا، فقد ثبت عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فدل على أنهم يصلون ويجلسون، ما يدل على أن هناك وقت بين الأذان والإقامة. لذلك يقول المصنف يستحب في أذان المغرب على أقل حال أن يجلس ولو قليلا، لكي يدلل الناس أن الوقت طويل، وقد ورد السنة كما سيمر معنا بأحاديث صريحة صحيحة متعددة أن وقت المغرب طويل وليس بقصد. طيب،
قال نعم سنة جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. المراد بالجلوس ليس جلوس الحقيقي وإنما المكث قليلا بين الأذان والإقامة طبعا، ثم يقيم بعد ذلك لصلاة المغرب. قال ومن جمع أي بين الصلاتين أو قضى فوائت فاتته، كان نائما أو ناسيا أو نحو ذلك، أذن للأولى فقط ثم أقام لكل فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة حينما جمع بين المغرب والعشاء، فإنما صلاهما بأذان واحد وإقامتين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في الخندق عندما فاتته الصلوات فإنه صلاها بأذان واحد وصلاتين عليه الصلاة والسلام، في تلك في المقضية وتلك في المجموعة. يقول ويسن لسامعه أي لسامع الأذان والإقامة، إذن قوله لسامعه يسن لسامع الأذان والإقامة فتشمل الأذان والإقامة، فيستحب الترديد والمتابعة مع المؤذن ومع المقيم وهي السنة. الأمر الثاني، لأن الإقامة تسمى أذانا فيستحب الترديد معه. الأمر الثاني قول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن لسامعه أن هذه تشمل من سمع النداء مرة ومن سمعه أكثر من مرة. فلو كان المرء في مكان يسمع مؤذنين أو ثلاثة فيستحب له حينئذ أن يكرر مع الأول ومع الثاني ومع الثالث وهكذا، لأنها كلها داخلة، من سمع النداء فليجب أو متابع من قال مثل ما يقول المؤذن فهي داخلة فيه. قال ويسن لسامعه متابعته أي أن يقول مثل قوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن، ثم ذكر الحديث سيأتي بعد قليل. متابعته سرا أي لا يجهر به فلا يعلي صوته به، ولذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالمتابعة، وإنما تكون متابعة في السر بأن يسمع المرء نفسه. هنا مسألة أن الفقهاء استثنوا اثنين فقالوا لا يستحب له أن يتابع المؤذن، وهذان الاثنان هما من كان في صلاة ومن كان في خلاء. فمن كان في صلاته فإنهم منشغلون بالصلاة، فإنهم يقول ينشغل بصلاته ولا يتابع المؤذن. والثاني من كان في خلاء في دورة المياه يقضي حاجته فإنه منهي عن ذكر الله عز وجل في هذا الموضع فلا يتابع المؤذن. لكن يقولون إن من كان منشغلا بصلاة أو في خلاء فلا يتابع المؤذن لكن يقضيه، فإذا انتهى من الصلاة وسلم أو خرج من الخلاء قضى الأذان لأنها سنة تقضى، فيقول الله أكبر أربعا ويكرر الجملة الخمس عشرة، سنة قضاؤه سنة. وفي حكم القضاء من فاته بعضه، فلو أن امرأ غفل ولم يسمع النداء إلا في وسطه فإنه يقضيه ثم يكمل الباقي، أو نسي حتى أدرك آخر جملة منه فقط، كان مستمعا له، كان مستمعا له وسامعا ليس غافلا حتى انتهى ثم لما انتهى تذكر، فهنا يستحب له القضاء. أما من تركه متعمدا أو لم يعن به فإنه لا يقضيه لأنه متعمد تركه. قال وحوقلته جملتين وانتهي الدرس. نعم المسجل لا، المسجل ليس كذلك. لماذا؟ لأن المسجل ليس مؤذنا في الحقيقة. ألم نقل إن المؤذن اشترط له شروط، أن يكون مميزا، أن يكون عالما بالوقت، أن يكون صيتا، أن لا يكون من اثنين. هذه الشروط تجعل الأذان أذانا صحيحا تسقط به فرضية الكفاية ويتحقق به السنية للشخص بنفسه ويترتب عليه الترديد. هذا الأذان المسجل لا يجزئ عن فرض الكفاية. لو أن بلدا قالوا بدل ما نجيب موظفين 1000 موظف خلنا نسجل المسجل نفتحه، وهذا عرض على مجمع الفقه فأصدروا قرارا أنه لا يجوز هذا الأذان المسجل بهذه الهيئة للبلد كلها، فنقول لا يجزئ فلا يسقط به الإثم عن أهل البلد، بل لا بد أن يؤذن من يؤذن. نفس الشيء المسجل ولو كان في وقته فإنه لا يردد معه، لا يردد معه، وإنما يردد مع الأذان الذي هو مجزئ الذي سبق معنا بيان شروطه. طيب ما كان على الهواء مباشرة، أنت على الهواء مباشرة تسمع المؤذن فتردد معه ولو كنت في السيارة. طيب بس باقي جملتين أو ثلاث ما ينتهي درس اليوم.
قال وحوقلته في الحيعلة. الحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الجملة الحوقلة هي لفظة استعانة وليست لفظة استرجاع. بعض الناس إذا أصابته مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس كذلك، إنما تفعلها قبل فعلك الشيء. فعندما يقول المؤذن حي على الصلاة أي قم للصلاة واذهب لها، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي أستعين بالله وأتقوى به جل وعلا لفعل هذه الصلاة. ولذلك إنما تقال هذه الجملة قبل الفعل. وقد جاء عند ابن عساكر أن المسلمين كانوا إذا استصعبوا حصنا حوقلوا، قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فسهل الله عز وجل عليهم فتحه. فهي لفظة استعانة لا لفظة استرجاع. لفظة استرجاع إن لله وإن إليه راجعون. قال في الحيعلة، المراد بالحيعلة لا حول ولا حي على الصلاة حي على الفلاح. قال وقوله بعد فراغه أي بعد فراغه من الأذان والإقامة وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة أن يصلي المرء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول الدعاء، فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته. الوسيلة المرادة في هذا الحديث جاء في بعض الأحاديث أنها منزلة في الجنة، أنها منزلة في الجنة لا يستحقها إلا عبد واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. فأنت تدعو الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع درجته في الجنة، والجزاء من جنس العمل، فكما دعوت له يدعو لك يتشفع لك، فأنت بدعائك لله عز وجل تشفعت. ولذلك عندما نتشفع إلى الله عز وجل إنما نتشفع بالدعاء، ما نتشفع بالذوات. عمر رضي الله عنه قال إن كنا نتوسل بنبيك أي بدعائه، فلما مات نتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عباس قم فادعو الله عز وجل. فالشفاعة في الحقيقة بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتفع من دعاء الناس له عليه الصلاة والسلام. فنحن ندعو له في كل صلاة بالصلاة له، ونتعبد الله عز وجل في ذلك، ونسأل له الوسيلة ونؤجر عليها، وذلك لفضل الله عز وجل علينا ولفضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قيل في الوسيلة غير ذلك، وهذا محله باب العقائد. الفقهاء يقولون آخر جملة أن السنة أن تكون منكرة، فتقول وابعثه مقاما محمودا، ولا تقول وابعثه المقام المحمود، كذا يقولون، وإن كان في الرواية قد جاءت معرفة. من الفقهاء من يزيد، من فقهاء المذهب ومنهم شيخ الإسلام من يزيد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الزيادة ليست في الصحيح وإنما هي عند البيهقي، فمن جود إسنادها وصححه مثل بعض أهل قال تشرع، ومن لم يصححها قال إنها لا تشرع. ثم بعد ذلك يعني بعد هذا الذكر يدعو بما شاء لنفسه، فإنه من مواطن الإجابة. لذلك ينتهي درس اليوم بحمد الله عز وجل. زدنا عليكم بعض الدقائق لكن اعذرونا، لأن بعده إجازة طويلة ربما تكون 4 أسابيع. هذا هو الدرس الأخير، الإخوان أغلبهم عنده يعني اختبارات ونحو ذلك، فأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمي شيخ.